اش بغيت عندي؟ سير بحال اش بقى كدير هنا؟ سير بحال سير بحال شوف 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 الله ينعل السلعه شوف شوف سهلان باقي خصك شي حاجه خصني قلت النظر في وجهك بعد ما نيك خرج عليا يلا ما بغيتش نشوف كمالك اليوم سي علان صباح الخير صباح الزفت صباح الويل صباح القطران اش بغيتي اش جيتي ديري عندي اش بغيتيني جبت لك شي ملفات اسعلي نسيهم ليا مي 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 ملفات سير عند السي مختار هو المدير يلا اش 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 بنتي امال هي المديره يلا طرق على وجهك ياك ابا علان حرام عليك خديتيني بدموعي في عينيا وبسببك خرجت لك عدو الله عدو مني ماشي شكون شكون يا عدو الله انا اللي خاصك يا عدو الله ياك ابا علان راك غلط كنتي واحد البيجامة ديالك راك نسيتيها لا امي خاصني ضروري نمشي للمدينة باش نخدم عليك وعلى بنتي وكان رجلك باقي حي كاع ما توصلي لهذا الشيء كامل قولي لي امي هاد السي المختار نقدر نعول عليه السي المختار بنتي كان هو وبوك بحال الخوت عمرو ما دازنا وراكي بحال بنتو غير كوني هانية بنتي ايوا نوضي ترقدي باش تفيقي بكري تشدي الكار نوضي ضيا 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 ضيا
ضيا ضيا ضيا طريق صباح ما كانش تطرف الصباح هذا؟ لا غير راه العشرة هذه انا عندنا سكنت سبق الدخل تشتغل ودابا عاد جيت لهنا شوف كانش تطرف دابا وانا دايز إذا عاود درتي هاد المرة بحال هكا غندبر معاك هو الأول عمري راه وقرت كال على تشيب لي بوجهك يلا شاشي تدخل مشاشي كتاع في الارض لا حل عينك شي شويه حل عينك شي شويه حل عينك شويه الو لطيفة شنو ما المراد مالو وعلاش ما بغاش يمشي للمدرسة شنو وانا مالي انا شوف انا ماجي دابا صافي بسلامة صافي غادي تشوف حما نقول لي وجد السيارة من دابا شي 4 ساعات والله اختي عطوش الى هاد الكويس ديالها تاي عندك كيحيي العظام وهي رميم وكيفوج حتى على القليل ايوا الحمد لله اللي اعترفتي بيا شكون انا من هذا شحال وانا معترف بك خاصك غير انت تعترفي بيا كيفاش نعترف بك تبارك الله على السي حمان انت قاصو قصر هنا راه كنقلب عليك وحتى من التليفون طافي لا تليفون ديما شاعل هو شاعل هو والله لا طافي ياك لاباس قالك السي علي وجدت له السياره ومن دابا 4 ساعه غادي يخرج واخا ما تهزو انت تنشرتي بحال الهضره بلاتي غنكمل هاد القطيب مع هاد الكويس وانا معاك الغزاله ديالي لطيفة لاباس؟ لاباس اللهم لك الحمد. ما المراد اش عنده؟ راك عارفه ما بغاش يقرا. ما بغاش يقرا؟ فين هو دابا؟ راه في بيتو الفوق، قاطع معانا حتى الهضرة. مزيان؟ هذا مزيان. بابا جيتي لا مشيتي علاش ما بغيتيش تمشي للمدرسه ها لا هو في الحقيقه الموتور خاسر وما لقيتش فاش نمشي مزيان حيت الموتور خاسر ولدي ما غيمشيش للمدرسه
ما كان لا طاكسيات ولا طوبيسات ولا حتى كاع تمشي على رجلك. شنو فيها؟ ويلي بابا ويلي، مشي في طوبيسات بغيتي يصحاب يضحكوا عليا. انا تقعد؟ لا باغي تقعد وصايت قرب البسالات. والموتور قديب هذاك بابا؟ برا هذاك راه ما فيه باقي، ما يتصوب فيه ولا يتقضى به. باغي تكون ترجيتيه. قولي القضية فيها سكوتر. اسمع ولدي يا مراد، راه والله وما جبتي نتيجة إيجابية ونجحتي لا شفتي مني سنتيم الكحل. ولا الواليد شوفها والله العظيم غنقرا وننجح ونفرحك ياك. إنما هو تشري لي سكوتر جديد. فرحني. ايوا سيدي، لما تنجح غادي نشري لولدي الطوموبيل كاع ماشي لا سكوتر. ولكن ها حيد عليا داك السوالف. بصح بابا. اييه بصح صافي صافي، خليك سمع خليك سمع. اجي انت فين غدا مدرمه؟ خزيتك يا لطيف. اش بغيتي؟ بغيتي تخدمي؟ قلنا لكم من زمان ما بقات خدمه، فهمتي؟ لا سيدي، انا بغيت السي المختار. السي المختار مشغول وما مساليش، فهمتي؟ انا جات على خاطرك سيدي، راني من العائله ديالو وبغيتو على شي غرض مهم. وقوليها من الصباح، قولي كتجي حتى ديك الباليزه وزيدي ندخلك عنده. زيدي الموبيل ديال بابا في الباب. فين هو؟ راه عند خوك الفوق. اهلا بغزاله ديال بابا. توحشتك بنتي، لاباس عليك؟ كاين غبورك؟ لا تليفون لا والو، وغير الاشغال بنتي. غادي تغدى معنا اليوم؟ ها؟ لا بنتي، خليت تجد مره اخرى ان شاء الله. ايوا صافي، جلس معايا شويه، توحشتك. لا بلاتي لا لا تفهم، ما خاصكم والو؟ ما خاصنا والو هاد الساعه، اللهم لك الحمد. الله يعينك. السلام عليكم. اهلا عيشه، لاباس؟ لاباس عليك. الحمد لله لاباس. الحمد لله. انا سلمت. الله يسلمك. لقيتيني كنوجدك العنوان ديال السمسار. ها هو كتبتو، غادي تمشي عنده وتقولي ليه راه من المختار اللي صيفط لي، راه غادي يساعدك، غادي يوقف معاك. وامك راه عيطت ليا، راه سولات عليك. هاكي ها العنوان. الله يكثر خيرك عمي المختار. ما كاين مشكل. السي المختار خدام على شارجة وسلعة. جابك الله بحال درهم الحوايج. ياك لاباس. بغيت نقدم لك هذه البنت، هذه راه من العائله ديالي يا ولدي، وغادي تخدم معنا في الشركه، وبغيتك توريها الخدمه كي دايره وتاخذ بيديها. الله يرضي عليك. هو الاول السي المختار، تفضلي معايا اختي. لا ماشي دابا، انا غير قدمت هذيك باش تعرفها، هي غدا ان شاء الله غادي تبدا الخدمه وغتكلف بها انت. الله يرضي عليك. واخا السي المختار، ميكون على خاطرك. السلام عليكم. ايوا دابا قولي لي، دابا غادي تمشي معايا للدار باش نتغدى داي معانا انا والحاجه؟ عاجبك؟ لا عمي المختار، يخلي حتى المره اخرى ان شاء الله. علاش دابا؟ راك عارف مازال خاصني نمشي عند السمسار وتابعني شي غرض اخر نقضيه المره الجايه ان شاء الله. واش غادي نقول لك بهضر انا رافع وطبك؟ ايوا اش غادي نقول لك؟ هاكي هاد البركه تعاوني بها بنتي. عمي المختار يخلي فلوسك عندك، راني عندي باش نقضي. الواليده بعد شي نعيشه وداك الشيء اللي قسم الله عطاتو لي الحمد لله. وشدي وسكتي، زياده الخير خيرين، ما ترديش عليا، راني بحال باك الله يرحمه. واش غنقول لك؟ الله يكثر خير تاع عمي المختار. ما كاين مشكله بنتي، غير هو واحد الطلب، حدي راسك مزيان وكوني موقده وباش ما كان ردي عليا الخبر. من هاد الناحيه غير كون هاني، ما غنحشمش بك السي المختار. والله يرضي عليك يا بنتي، هكذا نبغيك.
هاد الولد حمان غادي يحمقني معاك. واسمح لي يا نعماس، انت زعما راك جلتي عدات بلدان، ما خليتي اوروبا، ما خليتي امريكا، شفتي وعشتي. هادو راه وليدات اليوم نعماس ساعف. وسعدات انت يا حمان، ما عندك لا مرا ولا اولاد، مهلي مع راسك. علاش نعماس ما تصالح مع لاله لطيفه وترجع المياه لمجاريها؟ راه قلنا لها نصالح ونرجعوا كيف كنا ونبقى حدا الاولاد، ولكن هي معكسه، قالت لك حقها ما حقنا نجدي خارجين من الشواري. واش فيها كاع الا رجعتي رجليك للشواري وتهنيتي مع راسك؟ اجيا شكون اللي تمشارك معايا الحياه والاسرار واش نسيتي بلي انت يلا الشيفور عندي ولا؟ اي نعماس انا الشيفور ديالك وامين السر ولونيس ديالك نعماس. اودي حمار والله الا كتفوج عليا بالله. ندخل؟ مرحبا. مرحبا بجارتي الجديدة. واختي انا جبت العشاء وجيت نشارك معك الطعام. لا لا يخدك اختي، علاش مشقية راسك؟ علاش مشقية راسي؟ الله يهديك، حنا جيران لبعضياتنا. انا سميتي ليلى، كنسكن في هاد البويس هذا اللي حداك. عاودتي سمك الله. انا سميتي عيشة. باينة فيك اختي، الله جاي من العربية ياك. جيت باش نخدم هنا ومن بعد نجيب امي وبنتي يعيشوا معايا. مسكينة انت زعما باقا صغيرة اختي على الزواج. اجي على راجلك، فين هو؟ راجلي مات الله يرحمه، وعندي بنية. الله يا اختي. انت مجوجة؟ انا خلي داك الجمر راقد قالك مجوجة. وقولي بعدا كاين شي معينات كاين ما نقضيو؟ لا لا مازال ما شريتش كلشي، ما قدنيش الوقت. ايوا كوني هاني اختي، انا نجيب لك كل شيء حتى لعندك، وزيدي بعدا نشاركوا الطعام وقولي بسم الله. ربي يخليك. سلام. جلسي. قربي. برافو نادية، برافو. شحال هادي باش خدمتي عندنا؟ ماشي بزاف، شي شهر تقريبا. شهر؟ صافي. انت خدمتي شهر وانا غادي نطلعك كراد، غادي نرقيك، غادي نمتعك. خلي لي حياة. دور بيها يا شباني دور بيها، دور بيها وطمعها وغويها. هنا الهيه وهنا حسن ملهيه، جالس في الصلاة والنار شعلة فيه. قولي اسكت. مالك؟ تبي يسمعك وتش تخرج على راسك. واش غنقول لك؟ والله القسم الى ابو علال هو اللي جات معاه وخلاص. وانت مالك؟ حاش حرك شطاتك تخوص سوق راسك. دير بحالي، عين شافت وقلب ما وجع. وزيدون في كنتي كتحلم بهاد الخيرات كلها؟ عندك الحق، قالوها ناس زمان، اللي تخدموا طيعوا اللي ترهنوا بيعوا. وقالوا عاوتاني الفم السكت ما كتدخلوا السوسه. خلينا من هادشي. هانتي سمعي، والله القسم الا تشهيت لك هاد التفيفيحه، التفيفيحه ديالي. احيانا عليك العفيريت كتعرف تزوق الكلام، فايق وعايق مع راسك. وما انتي سويهله، تنتي راكده على خبزتك العفريته. خمسه على عينيك. عرفتي نوض نمشي لداري، الوالده راه غير بوحدها. اجي وغتخليني بوحدي؟ ويلا احتاجك بو علال اش غادي نقول ليه؟ السي علال كان كيحتاجني في ايام شبابي، اما دابا دارني غير وسيطه. بالسلامة عليك. لاباس؟ لاباس الحمد لله. عمرة ولدتي شوية؟ واش غنقول لك، ضروري ماشي بحال النهار الأول. إيوا مزيان. ولكن الصراحة السعيدة هادشي كله كيرجع لك. ما تقوليش هاد الهضرة، وقت ما احتجتي لينا أنا موجود. بارك الله فيك. يلاه عاوني. واش فيك يا أختي تصليح فينا؟ دغيا طيحت ولا يضحك معاها؟ عندك الحق، حنا هادي عام وحنا خدامات معاه، عمرو ما داها فينا. أختي ماشي تيقول لك الخماقيات والمكمخات هما اللي ولا عندهم الزهر، اما حنا المئن مقاتل متي ولات كاع ما بقى عندنا زهر كاع.
انا اللي كنتعجب ليه عمرو ما هضر مع شي وحده ولا ضحك معاها حتى جات تسلي فنان. يزيدوا على حسابي شتاك شي هذا غير قطيب كيديش مع المول ديطاي قطيب؟ قطيب ديالس قطيب يعني كويرو ولا بوتي يمشو شي بلاصه وكمل ها؟ لا اختي سمحي لي الله يحفظني غير سمحي لي والله اختي الله يالله ساليت من تمال الكحل قول لي بعدا نفسي شويه الخدمه ولا والو ايوا الحمد لله ماشي بحال النهار الاول والخدمه كله كيرجع لواحد السيد هو الشاف ديالي في الخدمه بصراحه كيتعامل معايا مزيان هو ظريف وحنين بزاف شفتو بحال حاط عليك العين شفتك تعبانه وكتشكري فيه وهو الصراحه مهتم بيا اكثر من القياس ولكن تانتي وحده بحالي فايت فيها الزواج وعندها بنت شكون غيديها فيها بالعكس انتي راك زوينه وظريفه وعرضك وهادشي علاش كيقلبوا الرجال في الوقت غير المعقول غير هو اختي عيشه ردي بالك كيما عشتيق الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي ايوا زيدي بالك انت عشتيق انا راه شويه خصني نوض الخدمه راك عارفه قبل ما يسبقوني شي وحدين رانا خويا رانا ليلى واحد الحاجه مش حال هادي باغا نقولها لكم عمري ما قدرت ولكن دابا ولفتك انتي ماشي غير صاحبتي راكي وليتي بحال اختي كون غير درتي بنقص من ديك الخدمه شوفي لك شي حاجه اخرى شريفه وحاولي تاكلي طرف الخبز الحلال اللي بقى لي انا عايشه نداهم الواد ما بقى عندهم فين يرجعوا قول لي بعدا شحال داروا معاك في الخلاص اختي على حسب ما سمعت شي 6000 ريال السيمانه شتي 6000 ريال ما راكنش نطيف الليل الا كانت عيانه اش قلتي ولكن اش بينك وبين الدري هذا داكشي ماشي شغلك انت تاخذ الفلوس وتنفد فهمتي واخا يعطيني الادريسه لا اختي ولكن قال لي راه مشات للطبيب طبيب ياك لاباس ياك ما مريض معليش السعيد خلي ايمانك بالله قوي لكن دكتور انا راه كنبغيها بغيت نتزوج بها ولكن خصك تصبر صبر عليا مني مليت الحياه كرهت الدنيا تحنقت انا راه خاصني نموت شنو هاد الكلام سعيد زعما راك مسلم ومؤمن بمكتوب الله ونعم بالله ونعم بالله ولكن الدكتور ما كاينش مأزمني قد انها حتى هي كتبغيني ولكن انا ما نقدرش نتزوج بها وندير معها الاولاد علاش ما تخليهاش تحس بك بحال خوها بحال خوها خذ هادو باش على الاقل تقدر تنعس مزيان لا حدك اليوم ويمتي المهمه بيني بحال بغيتي تقولي شي حاجه اللي بغيت نقول لك اوليدي حتى لي انت غتبقى عزري راه قدك تبارك الله عندهم جوج وليدات وثلاثه والله هذيك امتي تانتي دابا جي نهاري نعمر لك فيها الدار هذه بالدراري وتبقى تقولي ويك ويك سعيد شد عليا ولادك احياني يا وليدي حتى نموت لحظتك لي امتي
مازال ان شاء الله العمر طويل. انا ما بقيت فهمت فيك والو وليدي، حتى البنت اللي كنتي خاطبها وانا ويتزوج بها تفرقتي معاه بلا سبه. مكتب الله الوليده، كل كيدي نصيبه. الله يرضي عليك وليدي حبيبي، الا ما قلب على شي بنت الناس اللي تسترك وتسترها. يكون خير، يكون خير ام يمشي، يكون خير. واحد قي ولدك، راه الخبز ضر الجوع. واخا وليدي حبيبي. بنتي اجي بعدا وكست في الدار. لا ما بغيتوش، شفتني الحال. لا ولا ولا خوتي الا بالله. يلا البنات الباترون جاي، جمعوا راسكم. هادي راه ولات صعيبه وبزاف، شي نهار تلقايا مكوشه لك على المدير ولا جامعه وطاويه لهاد الشيء كله كاع. تكلمي المدير في البيرو ديالو. ياك لاباس، لاش بغاني؟ اشنو درت؟ دخل عيش، المهم تتمشي وتعرف. شيك لاباس؟ لا والو. شك ماشي هادي؟ لا غير نادية قالت المدير بغاني في البيرو ديالو. انا ما عرفتش شنو درت. انا ما قال لي حتى حاجه، داك المدير حتى واحد ما كيعرف شنو تحت راسه. تيبان لي غنمشي عند عمي المختار، هو الاول عاد نمشي عنده. لا بلا ما تصرعي، سالي شوف المدير عندك ساعه تشاوري. كنت مزوجة سيدي، ولكن مات لي الراجل وعندي بنية. سي كاين عزيتي عليا بقى صغيرة وتهجلتي. المهم المهم انا غادي نعرض عليك اليوم العشاء، غنصيفط لك حمى اللي يجيبك حتى لعندي. لا لا سيدي غير والله
اللهم تسالني حلوف الى عمرني ما عرفت على شي وحده. ما عرفتش ما درتي ليا ملي شفتك عجبتيني ودخلتي لي في قلبي وعزيتي عليا. عشاء راني شاد خدمي وما تقولي حتى شي واحد. شوف اسيدي عارف 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 فلاشي ان شاء الله غادي نكملوا حديثنا صافي. صافي بنتي صافي الله يرضي عليك سالك من شوف هاكا هاد ملف هذاك مشى لرصيفتك الفاكس ديال العربي ديالو ولا مازال باقي؟ خلي عندك هذاك الملف صيفط لي فاكس اخر باش نعرف شنو كنديرو. واخا ماليش شتك سالفه؟ لا ما كاين حتى شي حاجه. بطاطك المدير خلي داك الجمل راكت يبس لك عاودوا عليه بلي عينو زرقاء. زرقاء ولا خضراء شغل هذاك. عيشة عيشة ما تخبيش عليا قولي شنو قال لك السي سعيد. انا غادي نقول لك شنو قال لي ولكن الله يعطيك الستر ما بغيت حتى شي واحد يسرق الخبر. عيشة وشحال من دراري صغار قال لك سيدي بغى يعرضني نتعشى معاه بلا حشمه بلا حيه. كرش الحرام وتقد بنته وما لا كانت ليه. انا دابا غنمشي نقولها لعمي المختار. بلاتي ما تسرعيش قلتي لها الكل باش تبقى العلاقه ديالتهم مزيانه. انا نسيت عليها عيشة عندك شفت الوليد داكشي اللي في بالو. والله ما يصور مني غير النبك شتي حتى النبك راه بزاف عليه. سعيد؟ لا المدير اللي كنت عنده في الاداره. ياك لاباس؟ والو غير بغاني على شي خدمه وصافي. خدمه؟ ياك ما عندهاش عشا من برا. عشا؟ على شكون اللي قالها لك انتيا؟ حتى انا واحد النهار عرض عليا العشا ومشيت وقع اللي وقع. شنو زعما؟ سمعني مزيان اش غنقول لك. هذاك المدير عشاق ملال كيضحك وكيتفلى على بنات الخدمه كلهم وكيدير فيهم ما بغى وانا وحده منهم. ولكن سمحي لي اختي انا جايه هنا باش نخدم. انا معقوله وبنت دارنا. حتى انا كنت معقوله وبنت دارنا. داك الديب تفلى عليا ولعب لي بمخي طمعني بالزواج وغرقني بفلوس كثيرة ما عرفت ما ندير بيها. غمض لي العينين وبقيت كنشوف حتى شي واحد من غيره. وملي خدا داكشي اللي بغى لحني بحال شجرتيله
ملي وليت كنهضر معاه ولا كيهددني بالطرد من الخدمه وانا كنخدم على عائله. الراجل عمى امي ميته وخوتي صغار عندي فين البنت اللي قلت لك تجيب؟ سنيت انا عمس حتى خرجت من الخدمه باش نجيبها، صح ما بغاتش تجي معايا. بغات تجي معاك؟ ياك ما قلتي لها شكلها ما عجبهاش، انا راه كنعرف انت من بلوز. بالعكس نعمس، قلت لها كلام حلو وشحال شكرتك ليها بزاف، ولكن هي بقات كتسبني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، وكملتها وجملتها بسقات ليا في وجهي نعمس. والله قسمكم ما كنت انت اللي صيفطتيني لعندها يا حتى نمرمد والديها ونخلي ضربوها كاع. ورا انا اللي غنوض نخلي ضربوك انت هنيت. شكون غيونسني دابا انا؟ شكون؟ شكون غيونسني؟ انا نعمس، انا نقصر معاك حتى للصباح كاع، وراه عندي ما يتقال. تقال لك ان شاء الله يا عدو الله. يلا سير سير درق عليه وجهك. هو الاول نعمس. اج 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 بلاتي. جا الناس. الو ناديه؟ اي اي انا كريت كريت. شوف غتصيفط لي شي حد اللي غادي يونسني هاد الليله هادي، راني بوحدي. هنا سيدي وجهو كيخلع وبان ليا فيه بحال شي باندي ولا شي قتاله سيدي، وعاقل سيدي جابو يقتلني ولا يسرقني حيت عرفني بوحدي في الفيلا ولادي مسافرين. عتقونا سيدي انا خايفه انا خايفه. الحمد لله سلمك الله يا بنيتي. الحمد لله ملي جيت في الوقت المناسب، كل ما جيت سيدي ما كرقت ليها مسكينه. انت ساكنه هنا؟ بنت جيراننا وبنت الله يعمرها دار ثقيله مطرزنا ومها متلقى من با وكان تنسولك عاد جاوبي فين ساكنه انت؟ ساكنه هنا. سيري علمي داركم راه تمشي معنا البوست باش تلي بالشهاده ديالك. وحتى انت يا الحاجه غتمشي معنا بصفتك شهاده. لا لا يحيي الزمان تتركبوني مع هذاك الشفار وجهلوين، بغيتو يعقل عليا ملي يخرج يقتلني. ها وانتوما كتشدوه باليوم وتلقوهم غدا. عائشة زيدي زيدي تفضلي جلسي. قولي لي عائشة علاش ما جيتيش البارح؟ ياك لاباس؟ ياك ما حمان بالسرع عليك؟ لا سي علا لاني اللي ما بغيتش نمشي. وقيلا راك فاهمني غلط، انا راه ماشي بحال هادوك اللي على بالك. عارف 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 عائشة، داكشي علاش خطرتك انت بالذات من دول البنات؟ قلت باش نتوالم انا وياك ونتفاهموا ونتزوجوا. انا في الحقيقه عايشه راني مليت الوحده اللي وحقوني. سي علان هاد التفاهم والزواج اللي كتهضر عليهم راه قلتيهم لشحال من وحده قبل مني، ومن بعد ما خديتي داكشي اللي بغيتي رميتيهم. مش حرام عليك سي علان؟ هاي 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 اكاد عمرو راسك من هاد الحرام. شوف عايشه انا فعلا عجبتيني وبغيت نتزوج بك وغادي نتهلا فيك بالمال واللباس وكل ما تمنيتي، وغادي نوردك شافع على دوك ولاد الحرام اللي عمرو راسك، راه ما غير حاسدينك على زينب. سمعتي؟ الله يخليك السي علال، عافاك ما تفهمنيش غلط، انا ما بغيت منك والو، بغيت غير تيقار، بغيت غير ناكل طرف الخبز بالحلال صافي. حلال؟
حلال ولا الحرام انا ما تسوقي اما ديري داكشي اللي بغيت انا ولا الله يهنيك سير شوفي بنت خدمي انا ما عنديش الخيريه هنا يلا بقا تحزر فيا. كنشكرك السي علال حتى انا هاد الخدمه اللي غنبيع فيها راسي ما عندي ما ندير بيها وحتى ربي ما كيسد باب حتى كيحل البيبان. الو سي علال نعم سيدي كيفاش؟ صافا سيدي صافي ما تقلقش هي الخاسرة أنا غنجيبك اللي نسيك فيها وفي هاد العشية مازال أشير واحد جنطرة الله يحفظك الغاز طلع أشوان هذا كموسة أحفظك أعفو خويا شكون هاد المرة اللي خلصتك باش تعدى على هذا البنت؟ ما كنعرفهاش ما تعرفهاش؟ وكيفاش تلاقيتي بها وقبلتي تقوم بهذه المهمه؟ واحد المره جات عندي للدار صيفط واحد الدري صاحبي عطاتني 5000 درهم باش نقتلها ولا نعطبها. وهذا ولد صاحبي فين كاين دابا؟ كاين في الحبس. في الحبس تضحك علينا وهذا ما تقدر توصف علينا؟ هي زاز نقول لك قصيره نقول لك طويله ولا غليظه ولا ضعيفه بلي ما راه كدير نظر كحل واخا تبغي غادي نعاود معاك من الاول البنات تفضلوا دخلوا تفضل البنات مرحبا بكم زيدوا جلسي زيدوا هادي اه حمان لاباس عليك لاباس شو ملي جي السي علال قول له انا مشيت حتى من بعد البنات تهلاو ليا السي علال وحمروا ليا وجهي وعندك وتنساوني وين فين كنساوك على ناديا هاكا نبغيكم بسلامه مع السلامه البنات تشربوا شي حاجه بارد سخون انا سميتي السي حمان متشرفين بالسي حمان خوكم راه مازال عزري وكنقلب على شي بنت الحلال عندك شي فلوس السي حمان باش تزوج ايه فلوس الصداق موجودين وشي ما تيساره اش من صداق عندك شي فيلا شي طوموبيل مطرطقة ولا شي حساب في البنكة وهو في الحقيقة هادشي مازال ما دركتوش ايوا خويا حمان ملي ما عندك هادشي سير تكمش وشد الارض وتصنط العظيماتك ولبس قدك يواتيك هكاك وما تنساوش من بالكم بلي انا راه واحد الفنان كبير مبلي بالنغم انا غنسمعكم وتشوفي صخيبي يا ودنوبي عليك ما صخيبك صخيبي ما صخيبك صخيبي وانا نبغيك ضو عيني تبارك الله تبارك الله تبارك الله على المعلم حمان خاصك شي سخره نجيبها لك المعلم حمان حاجه المعلم حاجه والله القسم ما تسامح له الا كنت غير كنضحكو وكنسخن لك الخبيزه حتى تجي وهنا جيت
معاك زيدي كثر قسيرات. شوفي والله ما تجيبي ميلدي خمسة تخلي دار بوك. ولكن اخويا كمال ملي غادي نجيب لك 1000 درهم وفي الهر واحد كتب عليا سنه عند داك الشرف تعرف وقول لي 1000 درهم ياك كان خايف تزوج بك ولا لا غادي تجيبي ولا انا غنخسر على امك عينيك. عرفتي شنو غادي تجمع وغادخل لداخل وتسناي تما حسابك حسابك عندي من بعد تحركي عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش انت هو كمال؟ ايه انا هو كمال اش حاب الخاطر. شنو هادو؟ هادوك نص ثمن المهمة اللي بغيتك عليها. نص ثاني فين هو؟ تعرفوا دابا اجي شنو الساعه فين؟ اسمح لي ماما جايه اجي شوف واخا واخا الولد اللي كان واقف معاك. الولد اللي غير سوني لخصو كتقرا معايا. كتقرا معاك مزيان. ليلى عجيتي. يلا جيت اختي رجلي طابو بالمشي. وي بالفايده بعدا كاينه لقيتي شي حاجه ولا والو؟ تيش من فايده ما كاين غير اللي باغي الشهادات ولا طمع في شي حاجه اخرى. ايوا صبري ايوا صبري دابا يحن ربي. خارجه اختي ديالو لقيتها مشي قبل ما يخرف عليا السوق وما تهلاي ليا في راسك. يلا ردي بالك. ردي بالي.
غادي؟ اجي لهنا، مالك تسلت؟ اجي قدامي لهنا. فين كنتي حتى لهذا الوقت؟ ها؟ فين كنتي غاتر؟ يا لطيفي يا لطيفي يا لطيفي، مالك ترعد هكذا؟ لا غير مع البرد والموتور راه كيعرفه وصافي. ايوا قرايتك نسيتيها؟ لا راه كنت مع صاحبي كنا تنراجعوا بجوج. نخليك كليتي ولا مازال؟ لا كليت عند صاحبي، راني طالع الفوق. شنو هادشي دايره في راسك عايشة؟ شنو هاد اللباس؟ وفين هو الشعر؟ الشعر مشى، وهذا هو اللباس ديال الخدمة الجديدة. خدمة جديدة؟ شنو الخدمة في هاد الليل؟ الخدمة اللي انتي كتخدميها وكتصوري منها فلوس كتار. اويلي عايشة، واش باغية تخرجي على راسك؟ خرج على راسي؟ الزمان اللي خرج عليا وبنادم هو سبابي. لا عايشة، ما تبعيش هاد الطريق، راه ما فيها رباح. وملي ما فيها ربح علاش انتي غادا فيها؟ انتي شكل وانا شكل، انا سعدي من الاول وهو عوج. اما انتي يا فكري لبنتك، فكري لبنتك، خصك تعيشيها بدرهم الحلال. الحلال؟ فين هو الحلال؟ راكي شتي جريت موراه حتى طاب قلبي، جريت مور الحلال حتى سخفت. صافي ليلى، انا قلت لك ما بقى لي رجع من هذا الشيء. لا اختي عيشة، انتي الامل الوحيد اللي باقي كنشوف فيك النقا والصفا. ما تبعيش طريق الفساد، راك بحال اللي كتحاربي مع الف اسد. عيشه فكري لبنتك، شنو غادي تعاود غدا لكراناتها؟ شنو غادي تحكي لهم على امها؟ بنتي بنتي بنتي، مالها بنتي؟ بنتي خاصها تاكل، خاصها تشرب، خاصها تكبر، خاصها تمتع، وخاصها تبرع. ما بقاش كيهمني ليلى، ما بقاش كيهمني مناش ولا كيفاش ولا علاش. صافي انا قررت هادشي كله غيكون على حساب صحتك وشرفك ولحمك. ما يغركش الزواق، اجي طلع عليا في الصباح، شوفي لي كي كان صباح. ليلى انا قررت وما بقى لي رجوع على هادشي. ومنين بغيتي بغيتي تخرجي لهاد الطريق؟ خليني بعدا نعاونك، انا عندي تجربه ونقدر نحميك باش ما تطيحيش في الغيس وما تطيحيش في الدين ديال السهران. مالا هذيك البنت مالا؟ والو العمس. كيفاش والو؟ وهي كانت ما جا عندي وتحبستيها. لا واقيلا بغات تبسل عليك ولا تطلب لك الخدمه. صح انا جريت عليها ما خليتهاش. مزيان، وكتقول لها بوجهك حمر ها؟ ما حشمتيش، دابا وليتي انت هو المدير ديال الاداره ياك؟ لا حاشا العمس، والله العظيم يلا كنطبق انا التعليمات، فهمتي؟ ملي ما نكونش انا هنايا، اما ملي نكون انا هو المسؤول. يلا سيبتها لعندي ولا جيبها بيدك، مرة أخرى تخلص وخلاص. واخا سير أسيدي سير. شوف أختي أنا الله يلين كتب عليك، أنت دخلتي لي لقلبي، أنا راسي وليت كنحس براسي بأني ما كنعرفكش حالي. غير كان كاين مشكل واحد ما عرفتوش مع مرك العين ولا لا. بالعكس حتى أنت جمال بديتي عزيز عليا، ماشي بحال الشبان الحشيش والكارو بسالة. شوف انا راه ما عندي ما حشيت كيما بسالة، انا بها الكارو ما تسالني ما كلمتي درس انا اللي توليت بي. كنقول مع راسي اجي تجوجي بيا، ولكن حنا مازال كنقراو وباقي قدامنا سنين والخدمه. من الزواج هو راه قرايه ولا لا؟
شوفي الليلة هذه الويل كسبنا ما نكسب كسبنا ومن بعد راه طرات قدامنا طويلة أحسن بعد امتحانات ويحل الله امتحان زيد يا بنتي زيد جلسي 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 اش حب الخاطر يا بنتي بغيت نطلب منك سيدي الا كاينه شي خديمه خديمه اييه ولكن واش عندك شي شهاده شي صنعه شي تجربه شي لا سيدي ما قال ما عندي صنعه عندي غير دراعي ويلا جيت من العروبيه وبغيت نصرف على خوتي ووالدي اش غادي نقول لك يا بنت الناس حنا الحقيقه ما كنخدموش اللي ما عندو لا صنعه ولا شهادة ولا تجربة قليلة ولا كثيرة ولا ايوا صافي في الله سيدي قلت بس ما تقلقيش انا كيظهر لي بلي انتي ظريفة بزاف وكتسمعي الكلام يا سيدي ايه اللي بغيتي نديرها نصب نجفف نسيق اللي كان لا 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 انتي ماشي ديال التكرفيس شوف انا غنخدمك في واحد البلاصة لا فيها لا صداع ولا تمارة ولا شقاء ولا والو وغادي نخلصك مزيان ونتهلا فيك مزيان ونرقيك كاع في الخدمة الله يرحم الوالدين سيدي الله يخلي لك وليداتك الله يخلي لك مولا الدار صافي 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 شوف إلا بغيتي تبقى معايا مزيان خصك تسمعي الكلام ونتي فيا فين كتبريباري في الدار وبعد المرات مع صاحبتي شوفي إذا بغيتي تجي تبريباري ما كاين حتى شي مشكل ما يمشيش بالك البعيد الوالده راه ديما كاينه في الدار وليت في المناسبه تعرفي عليها راه كلي احسن فكر هي كي دايره مع المار مزيان دير معك توا مزيان الا كان دير معك ماشي سالي عيط عليا وغادي تشوف المات والله الا جابك الله هذاك المات هو اللي محني وما كيبغيش يدخل لي للراس علاش حضريني لله وانا غندخلو لك للدماغ بالقاع اللي وبرهان اكثر من هادشي ان شاء الله صبري على صبري بارك من لبكة بارك من لبكة طيبتي لي قلبي عاد دابا حنا ناشطين وفرحانين ويلي لصقوا لي والي الدار القمر ويلي اش غادي نقول ليهم يا لاله حتى واحد ما غيصيفط الخبر هاد السر غيبقى بيني وبينك ها من دابا اعتبر نفسك مراتي داكشي اللي بغيتي غادي نشريه لك كل ما تمنيتي غادي نحضرو لك ايوا صافي كن على الشفاعه وانا غنرجعك انت الشفاعه للعميلات كلهم عندك خير وكتلحلي ما عندي حتى من غير
انا علاش كون غادي نقدر نلوح على الزين؟ شوف ها الا تبعتي داكشي اللي غنقول لك راه حتى حاجه ما غتخصك. معليش معليش صافي معليش هانتي غير بشويه عاود ديري شنو طرا لك. واحد الولده سيدي تعرفت عليه شحال هادي وعندني بزاج وملي خدام اللي ما بغا بدا كيطلب مني يجيب لي الفلوس باي طريقه. وهاد السيمانة طلب مني نجيب لي 1000 درهم وملي ما قدرتش نجيبها لي ضربني وتكرفص عليا. اسمو هاد الولد وفين كيسكن؟ سميتو كمال كيسكن بالمدينة. المدينة راه كبيرة بغينا العنوان. اسمي الزنقة رقم الدار. الزنقة ما عرفتهاش ولكن نقدر نديكم حتى الدار ديالو. قلتي اسمو كامل؟ شوف الحياسه اللي غنجيب لكم بغيتكم تهلاو ليا فيها بالبيان. ما تسمعش هذيك الهضره لا حشومه بنت الناس تفهمنا. شحال غتبقى عندنا هاد البيسه سي كامل؟ باغي تبقى بزاف ياك. شوف خذ الوقت اللي عجبك. المهم في الاخر غنشوفوا حنا شنو غنديروا معاها. ولا هذيك تجيب لينا القص والقرو والشراب طلعوا لك فيها مزيان ردوا لي كاع انت كفتي الا بغيتي. غير بشويه غير بشويه وضرب وقيس. المهم غير غتسمعوني كندق في الباب وخشيت الساروت غادي تجمعوا من هنا وغادخلوا لداخل وما غتبانوا لي حتى تسمعوا ماما فهمنا. ها ما تسالوني يا ماما. تفضلي على العمل. مرحبا بك. اش هادشي؟ هادشي غادي بالعالي. فين هي ماماك؟ ماما هي جاي دابا. ماما ماما مرحبا بسي كمال. ولا غتقول لها سميتك جمال؟ شكون انت؟ منين دخلتي؟ واش بغيتي عندي؟ البوليس اللي معاك وداكشي اللي بغينا غتعرفو ملي تمشي معنا للبوست. سي احمد جيب لي سميه ودوك جوج. زيد يلا زيد زيد. كنعرفها الدرية؟ لا ما كنعرفهاش. ما كنعرفهاش دابا نعرفها لك ليه؟ اش كديري انتي مع دخينال؟ والله سيدي ما عارفه والو. ما عارفه والو؟ يلا زيدو قدامي حتى البوست عارف في كلشي. زيد يلا زيد كنهضر معاك. ويلي عيشة بقى ناعسه يا اختي. خيري اختي كتموتي على الناس. ما قديتش نوض اختي فيا النعاس وراسي دارني. صاحبتي فيقي شربي لك شي كينه وانت غتولي لاباس. شربتها وما قضات لي والو. انا شحال الساعه؟ شحال الساعه؟ هذه راه 6 العشيه. نوض يلاه نمشيو للحمام ونوجدوا ريوسنا. راه اليوم عندنا واحد السهره داكشي الرفيع. انت من هادشي بالسلامه؟ اختي بحالي بحالك انا معروضه. غير هو الراجل اللي عارض عليا كيعرف غير هادوك الهاي كلاس. واختي السيد عارض عليك انتيا وانا مالي؟ ويا على هبيله
هاد الفرصات راه ما كيتعوضوش. نوضي انا غنمشي نجيب لك شي كينه مزيانه تردك اون فورم بالزمنك. يلا نوضي. ونوضي يا صاحبتي ما رجعش نلقاك باقي ناعسه. شويه شفتي خفت رجليك فين وصلاتك؟ شفتي قلت عقلك فين داتك؟ هذا هو جزاء تقتي فيك ياك. كان كنحسب لي ولد الناس وعمر ماما ما تبسل عليا غرني بحلاوه الكلام. ها النتيجه ديال حلاوه الكلام فين وصلاتك؟ علم الله هذا المزغوب هذا شنو كان ناوي يدير فيك. نوضي نوضي جمعي راسك وغسلي طرفك ونسي عليا هذا الموضوع. ديريه فقط درس في حياتك وديها في قرايتك ومستقبلك. راه هما اللي غادي ينفعوك بنيتي راه ما غتنفعك حتى شي حاجه. عافاك بغيت بابا ما يسيقش الخبر لهذا الشيء. باباك فين هو باباك؟ انت راه ما عارفه والو. نوضي نوضي. زاهية. نعم شكون؟ مختار. دايره لاباس؟ مساء الخير السي مختار. بخير لاباس عليك؟ الحمد لله. على بالك دايره مع الوقت. وها انت ساير تشوف عيشة بنتي ما مخلياني نحتاج حتى شي حاجة الله يرضي عليها. عيشة كتشوفيها؟ إيوا لابدا راها جات جوج مرات وشرات لي جوج نعجات ومعزة. قولي لي فين خدامه؟ من نهار خرجتوها سهل عليها الله في واحد لوزين خدامه فيه كتربح شله من فلوس. الله يهديك الزاهيه راه ماشي انا اللي خرجتها راه الله شاهد عليا رانا ما عارفش حتى المشكل علاش خرجت. راه قالت لي على كل شيء وراها شكراتك. قولي لي دابا المعمل اللي خدامه فيه واش ما عارفاش؟ على الاقل نمشيو نطلبوا عليها باش نوصيو عليها تبقى مزيانه في الخدمه. ايوا ما قالت لي شيء. ايوا دخل بعدا تشرب غير كاس تاع اتاي. لا سمحي لي غادي مزروب وسمحي لي على الزياره في هذا الوقت متاخر عندي شي شغل غنقضيه. اللي غادي نقول لك هو الا جات عيشه سلمي عليها. السي المختار الدار راه دارك الليل والنهار والسلام راه دابا يوصلها. شكرا وبالسلامه عليك. السلامه السي المختار. واش انت متاكده بلي هو عيشه؟ معلوم متأكدة مالو غيخفى عليا زعما؟ راه بقات هو واش عقل عليا ولا لا؟ راه كي شتي كيبقى كيحنص فيا ويدو كاع ما بغى يحيدها من يدي. راه محال واش عرفك الحمقى هذاك راه غير مجرد إعجاب ولا أنت باقا سهلة نيتا هذاك راه عينو زايغة خضرة. إوا إلا عينو خضرة هادي المناسبة فين تزرقيها ليه؟ ما تخافيش عليا هاد علال هو اللي خرج عليا وصلني لهاد الماصل والله لا بقات فيه. إوا هاي المناسبة جابتو حتى لبين يديك دري فيه ما بغيتي دابا يشوف. كتشوف اش كندير؟ كنكمي ونت كما باش نعرف اش تما. شكون هاد الماركه اللي معاك؟ هادي الصاطه ديالي الفرنسيه قنبوله ديالي وشوفها انا الله العظيم اول مره طلع فيها ودغيا نسى الجمله.
أرد بالك قبل ما تزعم باش نوجد شي سلعه ما يضربك البرد. ويلي يا با حمان على البرد، واش كاين شي برد في هذا الصوب؟ كان باقي ما فهمتش. راس سلهام هو اللي غينجيك من سم العقرب. خويا حمان وما قاش حتى وزه. عرفتك ما فهمتش. هاك هادو راه فيها اربعه السلام، الوقايه اساس، فهمتي ولا نزيد نفهمك؟ ضحكتيني يا جنين. مرحبا 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 بالدلال. هاتي لالا، هذا هو الوقير ديالي فين كيعيش خوك علال. شنو زعما باغي تقول لي عايش فيه بوحدك؟ ما عندك مرا، ما عندك وليدات، مقطع من شجرة. لا لا، المرا طلقتها والولاد عايشين معاها، وانا اخوك وحداني سولو. غادي يكون عندي الشرف باش تعيشي معايا انت هي الونيسة الوحيدة مدى الحياة. ما يكون غير خاطر كبا علال. ولي 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 على با علال. با وحبيبي وصديقي وعزيزي وكاع اللي بغيتي. ولي 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 وكلامك شحال حلو يا لالا، شهد شهد مقطر. كشتي انت يا سيدي علال، انت هي الحلاوة كلها. سيدي علال ويلي 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 تخرج من فمك. قربي قربي عندي الزين. قربي عجبتك ويلي؟ ماشي غير عجبتك، قربي عندي الحميمة. قرب ويلي ويلي ويلي. لالا دلال وتهد دلال وصافي ما تحشمنيش. السلامة، فين كنتي غابر؟ هادي جوج الصباح وعاد داخل ليا دابا. راه كنت غير مع اصحابك. اصحابك اجي لهنا. شنو اجي لهنا بعدا؟ قول لي فين درتي الفلوس اللي سرقتي لي من الماريو يا الشفار؟ فين درتي من الفلوس؟ واش انت مريضة في راسك ولا دايخه؟ انا دايخه. انا ما ضربتيش يا امي، ما ضربتيش ضربك وليش تضربي؟ ما ضربيش ضربك وما نخلي لي ضربك. كبرتي على الضرب او جهلويل. ما ضربيش ما ضربيش يا امي، بارك عليك. ما ضربيش. أمنتي أمنتي على ولاد. ها خليك أسيدي أبدا. كاين السعلان؟ لا 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 خرج، ولكن راه كاين سي مختار الا بغيتي نخرج. لا ما كاين مشكل، غادي نرجع مره اخرى نشوفك. واخا لالا. سلام اسيدي. واخا سلام. قولي لها واش الكديديبا؟ ها عفريته عجبتك الدار؟ غزاله تبارك الله. كوني شريتيها لي؟ شريها لك مالي حمق مهبول. صافي صافي ما تسخلقيش احبيبي ما تسخلقيش، هاد الدار هادي راهي مكتوبه في سميتك وها العقد. انا اي انت، وزيدي حساب في البنك بسميتك كذلك على خاطرك حبيبه. الهنا يخطيك عليا يا سيدي علال. بلاتي بلاتي. الو شكون؟ اه لطيفة، ما المراد عاوتاني؟ مالو؟ الله يخليك، انا ما عندي وقت ما نضيع معكم، فكم ماشي فيكم الفلوسكم
وصافي صافي، السلام عليك يا دابا، السلامة. يا غادي كيختاروا حتى شي وقت مناسب. شنو ياك لاباس؟ لا لا هذا غير يما الولاد قالت لك ولدها مراد عندها شي مشكل ما مشكل، ولكن هذا الشيء ما يهمش، اللي كامل هو تكون انت راس قالك على خاطرك. الله يخطيك عليا. صافي انا غنمشي للخدمه دابا، وفي العشيه راني عارض عليك واحد العشاء في ريستوران معتبره بمناسبه ديال الدار. صافي هاي. شقات بالعتر، تم السمسار اللي عطيتيني العنوان ديالو، مشيت لعندو وسقسيتو عليها، الحق ما لقيت عندو اخبار. المهم انك راه كيوصلو كل شهر. الكلام المختار حتى لا تكون اجرى تابعه لشي مصيبه. لا لا ما نظنش عيشة ما تخرجش على الطريق، وخا صغيرة راه عقلها وزايدة لو كان بغات داكشي ومشات معاها عدلة. يا عيني المختار، ولكن ما تنساش الوقت راه صعبت، وزيد كيقول لك ما عنديش شفتك ما عنديش شبهتك. ما عرفت من ولا كانت ورت البال. والمصيبه الكبيره هي كون كانوا كاع المديرين بحال داك السيوم علال. لا واولدي ما تعممش، اكثريه ديال الناس ناس متقيه من الله وكعايشين بالحلال وكيخدموا البلاد. على مثلا سي علال ديالنا راه رجل طيب، الله يعفو عليه من ديك البنيه، هم الصابي رجع لدارو ووليداتو. ديك البيئة اللي فيه راه ما كاينش معاونو عليها قد ديك اللي فعل القرطيطة ديال نادية. عندك الحق ولدي، عرضت الله وعليها، وهذيك اللي فعل ما تمشي حتى تموت بسمها ان شاء الله. امين يا. مرحبا بليلى عندي في الدار. الله يبارك فيك يا اختي، صلع مبيع على دارك تبارك الله فينا. ايوا هي هادشي اللي قالو بصح. معلوم بصح، ولا حنا ديال اللعب. وشتي يا اختي علال كي ولا ما تعرفيهش، هزي راجل وحطي راجل. ايوا هانتي يا اختي، ماشي هذا اللي كنتي ناويه تنتقمي منه وكنتي حاقده عليه. ناري كنت كفرانه عليه، ولكن الصراحه ولفته، واخا كبير يدبر راسه، المهم غيعيشني مزيان وما غيخليني خاصني حتى شي حاجه. ايوا راه كيقولوها بلا عداوه ما تكون محبه، وتنتي نيتي الشويطين راك ما ساهلاش. ستك ستك هاي مانو، ستك ستك هاي مانو، ستك ستك. الله يرحم عليها خديجه الكوافوره. ناري تعقلي مسكينه دوزناها معايا اختي. ويلي خديجه تنسى. مالك اختي ياك لاباس؟ يا اختي ياك ما ويلي اختي ما شكيتي بعيد البلا. ايوا ما عرفتي اختي هاد الايام ما شكيت عليك شي وجع كيجيني وشي دوخه وسهال وسخانه، غير ربي يحفظ وصافي. ايوا خصك اختي تشوفي الطبيب، ما ترخيش فراسك، هادشي ماشي ساهل، شوفي في الطبيب اختي. ومالي انا غيخفى عليا هادشي؟ مشيت عند الطبيبه وخرجت لي شي دواء، قالت لي لا ما قدرتش ديك الساعه رجعي عندي ونصيفط لك شي تحاليل ولا شي حاجه. ايوا رجعي ديري التحاليل، ما كاينش مخاسره. لا يا اختي ما ترخيش فراسك، سيري عندها. ايوا يصبح ويفتح. ها ناديه شخبارك؟ الحمد لله. قول لي شكل المعلم ديالك ما بقى كيعيط ليا، ما بقى يهضر معايا، ياك ماشي حد خروض بيناتنا؟ لا 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 ما كاينش هاد الهضره بيني وبينك. المعلم راه طاح على خنافره، تغرم في واحد الدريه نساتو في كل شيء، وطاحت ليه على الويعره. شي وحده كنعرفها؟ لا لا هادي نزلت عليه من السماء، وسمعت واقيلا كاع بلي غادي يتزوجوا بالشرع والقانون. القانون؟ هاي هادي اللي ما عمرها تكون. سي عيال مراته ومين ولاده ما تبتش معها، أنا هادي تبت مع غيرها. أنا اللي عارفه وشاربه هما سي علال عشاق من لال. المهم لا لا سي علال راه كيعرف اش كيدير وهذاك شغله، وأنا حتى أنا خليني نشوف شغلي. الله يخليك. أجي المسافر قول لي. نعم شفتك حتى أنا ما كنتش كتعيط عليا، ياك ما حتى أنت غتزوج. بحليلة علمك الله، ولكن غنزوج من الواد لهي، يعني من برا. البركة من الكذوب، شكون هاد المسخوطة اللي غتقبل عليك من غير أنا؟ إيوا لالا هاد المرضي راه لقى واحد المرضية، وأنتي الله يعفو عليك من هاد البلية. موحى الحبيبة ديالي. واخا واخا سي إبراهيم، السلعة غادي توصلك في الوقت المناسب. داكشي اللي طلبتو غادي ندخل غادي نعطيو لكم. كيفاش؟ داكشي اللي طلبتو غادي نصيفطو لكم. تمام.
واش حنا هضره نرجع للتم ما تقطعش ما تقطعش تفضل سي المختار جلس واش انت براني انا غنعاود نتصل بك جا عندي واحد السير عندها شي غرض مهم ما غيكون غير خاطرك صافي الله يهديك شكرا شكرا كي داير سي المختار مع العمل الحمد لله الحمد لله هذيك الاله تصاوبات ايه راه خدامه راني وقفت عليها حتى تصلحات مزيان هذا هو المضمون الفكر سي المختار وفي الحقيقه سي المختار انا كان عندي واحد الغرض اخر بغيتك تساعدني فيه انا ايه انت انا شكون عندي من غيرك زلال انا اللي قدرني عليه الله نديرو وكتعرف خيرك سابق عمر سي علال قول لي سي المختار باقي عقل على هذيك عيشه اللي كنت جبتي خدمتي عندي هنا وكنت جريت عليها مع كامل الاسف لي الوالد ديالها الله يرحمه كان بحال خويا ولكن مع الاسف غبر لي الاطار ديالها ما عرفتهاش فين صدات لو كانت شاورتي معايا كون صافي صافي سي المختار دابا سيدي ليكون في علمك ان عيشه راه عايشه معايا وغادي نتزوج انا وهي على سنه الله ورسوله عيشه عيشه هي عيشه عيشه وراه هي اللي طلبت مني باش نجي لعندك باش تكون ضمن الشهود ديال على درب الصدق الحمد لله على يديها جاب الله التوبه سبحان مبدي الاحوال هذه هي اللي ما كانتش تجيني على البال واشنو قلت هذا بس مختار غتساعدني على راسي وعيني وما كاين ما احسن من الحلال سي علال الله يعاوننا على فعل الخير شوف غادي تاخذ واحد 3 ايام ولا 4 ايام وغادي تسافر عند ما وتجمع لي الورقات اللي كيخص راك عارف كل شيء اسيدي من غدا انا موجود بارك الله فيك ايوا انا غادي نمشي بارك الله فيك لا عاد غادي نتزوج ان شاء الله داكشي علاش درت هاد التحاليل على ود الشهاده اللي طلبوا مني العدول وهاد السيد اللي غتزوجي به كنتي كتخرجي معاه من قبل يعني كنظنك فهمتيني اش غادي نقول لك وغي قول لي انا راه طبيبه ومن الواجب ديالي نحافظ على اسرارك واسرار غيرك بصراحة كان عارف هذا السيد تقريبا 4 شهور ولا 5 شهور وقبل منه كنت كتعرفي شي حد آخر ولكن من النهار تعرفت على هذا السيد ما بقيت كنعرف حتى شي واحد آخر من غيره يو هاد الناس اللي كنت كتعرفي من قبل كانوا كيديروا شي احتياطات ولا والو كانوا كيديروا الاحتياطات وحتى انا كنت حادية راسي مزيان ولكن من نهار تعرفت مع هذا السيد عرفته معقول وعنده ثقه كبيره في راسه وباغي يتزوجني حتى انا درت فيه الثقه علاش الدكتوره كتسوليني هذه الاسئله كاملين ياك لاباس اندرا ها هي نعم جبتها هي عطاوك الشهاده الطبيه بلا ما نعمل التحاليل ايوا نعم زدي قالوا زمان الفلوس كيديروا الطريق في البحر وزيدون هذيك ماشي شي حاجه كبيره هذيك غير الزواج صالحه غير الزواج اما ماشي مهمه الصحه ياك الو شنو شكون هاد السيده هادي كنعرفهاش ضروري خصك تعرفيه شنو غادي نعرف هاد التحاليل اللي قدامي كتاكد لي باللي عندك مرض السيده شنو هو؟
هذا المرض اللي كيقولوا عليه خايب وما عندوش الدواء وكيقتل مولاه. هو هذاك، انما راه الحمد لله كاين الدواء اللي كيحد من الخطوره ديالي. الأعمار بيد الله، الامل ديما بواب مفتوحه. أمل، اش من أمل واش من دواء؟ أسحب الخطر. أنا اسمي سعاد، نسكن في الخارج. عملت واحد المجموعة ديال المشاريع نجحت الحمد لله. دابا عندي واحد راس المال مهم، فكرت قلت نجي نستثمر هاد الفلوس بلادي. تشاورت مع واحد صديقة ديالي مدام جاكلين، كتعرفك مزيان، قالت لي نجي عندك لأنك غادي تعاوني وغادي تنفعني مزيان، ولا بغيتي تشارك معايا ماشي مشكل. مدام جاكلين، 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 جاكلين. ياك ما هذيك مدام جاكلين اللي عندها مكتب في باريس ديال الاستيراد والتصدير؟ تماما السي علال، هذيك بالضبط. انا متاكده غادي تساعدني وغتوقف معايا. معلوم 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 معلوم، نوقف معاك نديرو شي عشاء، يعني بغيت نقول عشاء عمل في شي ريستوران معتبره. اسمح لي سي علال، انا ما عنديش مع داك الشيء ديال الريستورات. صافي الله العظيم ما توب عليك. نجي لعندي للرياض. الرياض؟ واخا انا سمعت بزاف على الرياضات في الخارج، نجي عندك للرياضه سي علال، تما غادي نتفقوا على كل شيء. عيشة، عيشة، عيشة مالك؟ راك هولتينا، علاش كتبكي؟ ياك لاباس؟ صافي 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 صافي، ياك لاباس؟ قول لي بصراحة، شنو قال لك الطبيب ملي درتي التحاليل؟ شكون يقول لي الطبيب؟ أنا راه صحيح صحيح بحال الجمل. الشهادة راه صيفطت غير محمد، هو اللي مشى جابها لي، أنا كاع ما مشيت عند الطبيب هذا. حمان، زعما أنت مطور ياك؟ بغيتي تفلع القانون ساعات فلي تيخي على راسك وعليا حتى أنا. ياك أنا اللي تايقة فيك؟ عدو الله. عدو الله؟ أش هاد الكلام كتقولي؟ تكلمي، صرحيني. أنا يلاه جيت من عند الطبيبة دابا، ديت لها التحاليل وهي تقول لي خلعتيني يا عويشه، خلعتيني وطيحتي فيا النص. هذا راه احلى واغلى خبر غادي نسمعه في حياتي، ونقول لها حبله وصافي بلا هاد البكا. اش من حبله؟ هاد الشيء راه ما عنده دواء. كيفاش ما عنده دواء؟ شنو؟ قالت لي بال اللي فيه السيدة. السيدة؟ ومنين جاتك؟ من عندك. كيفاش منين جاتني؟ منين غتجيني؟ من عندك. من عندي أنا؟ شنو زعما؟ أنا فيه السيدة أنا؟ ها؟ أنا وديت لعبي مع قرنة يماك، وشوفي منين جاتك هاد السيدة هادي، والله يا يماك، وتجبرتي عادتيني هي حتى تقتل باباك. شكون اللي خاصو يقتل الآخر؟ ها؟ أنا ولا أنت؟ لا نسيتي نعاود نفكرك، انت راك قتلتيني جوج المرات. قتلتيني ملي شريتي عليا النهار الاول من المعمل، وبسببك خرجت للزنقه، ومازال دابا كتقتل فيا بشويه بشويه. يا عدو الله، انا اللي خاصني نقتلك ماشي انت. المهم انا غنمشي نعمل التحاليل دابا، وفي ظرف ربع ساعه غيعطوني النتيجه، ولا جبرت مريض وديك الساعه غنتحاسبوا. فين ديك الشهاده ديالك انت؟ هي هادي.
شي اختي عايشه اش كنت كنقول لك ديما ديما كنقول لك حدا راسك وما كتسمعيش ليا وراني كنت حاضيه راسي ليلى الا هذا الا الخرج لي من الجن انا متاكده هو اللي عاداني دابا اللي عطى الله عطاه والبكا مورا الميت خساره غنمشيو لمركز محاربه السيده اللي قالت لك عليه الطبيبه ويكون خير اش من خير اش من خير قالك هذا المرض خايب بزاف وما عندوش الدو وكيقتل مولاه الامر بيد الله اختي عيشه حنا نمشيو ونشوفو شنو غيقولو وانا راني معاك وما عمرني ما نخليك بعدك انقيني مالك فك الجدام انتي راك اختي أشدني سلام هاد السيدة راه قالت لك عندها موعد معاك هنا شكون؟ أنا سعاد شكون سعاد؟ ما عقلتيش عليا؟ سعاد اللي صيفطاتك جاكلين ياك ونديرو مشروع كبير ولكن خسارة جيتي متأخرة عندك الحق جيت متأخرة تأخرت بزاف كان عليا نجي من شحال هذا ولكن اللي أخرني هو شغلي في الخارج حمان حمان سيت قدي شغلك خليني نقدي شغلي سير سير اش من عرش الشيطان كاشي شيطان قد بنادم نوت نوت سير 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 خوي واخا نعمس ايوا جا جا الغزاله نشربو شي كاس اش واخا انا واخا عمري ما درتها معاك انت بالذات ما كاين بس ايه لقيناه مليح في الزنقة عرفناه جبناه للدار أمتي ياك ما ضربو شي حد لا وقيلا كامي بزاف كامي هذا شغل الكماية هادشي بزاف هادشي لا 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 ولدي كيموت خويا مراد فيق عافاك فيق خليه يرتاح غدا يفيق بارك الله فيكم أسيدي تحرق مشي نعيط لبابا باباك باباك كلشي باباك 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 الطبيب نشوفو شي طبيب ولا نشوفو واش نديرو لهاد المصبوغ هذا مامتي 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 غادي يموت غيموت 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 انا جيت لهنا باش نتخلص كاع داك الشيء اللي درتي كاع داك الناس اللي تكرفستي عليهم كاع داك العذاب اللي عذبتيهم وكاع داك البشر اللي قتلتيه اليوم غتخلصو وبحال اللي درتي لاختي انا ما قتلت حد ما تعديت على حد انا وانا شنو زعما كتراكيل عليا ما عقلتيش على اختي شكون هاد اختك هادي شكون هي ما عقلتيش على نجاة ما عقلتيش على البنت الصغيره مولات 16 عام ها ما عقلتيش على البنت اللي غصبتيها في شبابها ما عقلتيش على البنت اللي مسكينه باقا ما شافت ما تشوفات في الدنيا هادوي عاد والله تكرفستي عليها وملي حملات منك نكرتيها وجريتي عليها فكرتي دابا ماشي سوقي انا ماشي سوقي وعادي مني حيدي عليا موسك هادوك اللي كانوا غيتعداو على بنتك انا اللي خلصتهم انا اللي كريتهم بفلوسي اويلي بغيت نحرق كبدتك كيف حرقتي كبدتنا بغيتك تقاسي كيف قاسينا كاملين وقتلني وهني راسك شوف حق ردي بالك
راه الا مشيتي تدخلتي فيا الموس غيطوش عليك الدم وغتمرضي وغتمرضي حتى انت بالسيده كيف مرت انا. ردي بالك ولا ما تيقتيني شيء. شوفي تحت هاد المخده تلقاي واحد الورقه فيها كلشي. ورقه ديال الصغير قلبي فيها تما اش داني علاش نسيت سبحان الله سبحان الله يمهل ولا يمهل سبحان الله. عندك الحق ما غاديش نوسخ يدي بالدم ديالك ما تستاهلش غنخلي القدر يحكم عليك هذا نخليك تقاسي كيف قاسوا الاخرين وربي سبحانه وتعالى هو اللي غادي يتخلص منك غادي يتخلص كل شيء حتى الله. حرام عليك تعديتي عليا وزرعتي لي الموت في كرشي السفاح عدو الله دعيتك الله عدو الله دعيتك الله اغتصبتيني وضحكتي عليا ماشي حرام عليك خليتيني بدموعي في عينيا بحزة في قلبي ياك ابو علال غريتينا بفلوس وبليتينا الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق علاش 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 المجرم علاش السفاح حرام عليك قتلتيني انا وولدي انا ماشي مجرم تقتل بعد ما مجرم قتل الله ياخذ فيك الحق عدو الله عمرني ما نسمح ليك مجرم الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق الله ياخذ فيك الحق الله عدو الله علاش عدو الله انتما اللي تمعطوا في فلوس امال واش ديتوا طريق الانحراف امال لا المجتمع رحمكم ولا الوالدين رباوكم طمع معاكم لا 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 امال امال الو شكون همان هاويلي انت وقع هذا الشيء وفين هو دابا صافي صافي هنا جايه دابا هنا جايه شو وقع اش كاين ياك لاباس حمان قال لي بلي بابا حماق هرب ليهم من الخدمه وحتى هادي نكته جديده هذاك باك راه يحمق اللي ما يحمق هادي راه غير حيله دارها لك باش تمشي لعندو يشوفك ولكن بابا الا بغاني كيعيط ليا وزيد حمان كيهضر معايا وهو كيبكي انا غادي نمشي للمعمل ونشوف لا 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 تفو 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 لا تفو 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 لا لا تفو 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 أنا راه عييت صافي هو مسكين سيدي 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 باقي نقلبوا غير غير لهيه غادي نلقاوه إن شاء الله غير زيدي جيت ما مات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على فال زيدي زيدي زي قلبوا عليه ماشي زيدي
تشرب هالعباثر وقطران كاس احزاني لو تشرب هالعباثر وقدر ومكتوب بنت عندي سير بحال اش ما خاصك دير هنا سير بحال سير بحال شوف الله ينعل على السلعه شوف سلام باقي خصك شي حاجه خصني قلت النظر في وجهك بعد ما نيت خرج عليا يلا ما بغيتش نشوف كما تخلي اليوم سلام صباح الخير صباح الزفت صباح الويل صباح القطران اش بغيتي اش جيتي ديري عندي اش بغيتيني جبت لك شي ملفات اسعلي تسمي اميه ملفات سيري عند السي مختار هو المدير يلا اش 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 بنتي امال هي المديره يلا طرق على وجهك ياك ابو علال ياك ابو علال حرام خديتيني دموعي في عينيا وبسبب خرجت عدو الله عدو مني ماشي شكون يا عدو الله انا اللي خاصني عدو الله كف عنا راك غلط Yeah.
ولكن كنتي واحد البيجامه ديالك راه كنسيتيها. لا امي، خاصني ضروري نمشي للمدينه باش نخدم عليك وعلى بنتي. وكان رجلك باقي حي كاع ما توصلي لهذا الشيء كامل. قولي لي امي، هذا السي المختار نقدر نعول عليه؟ السي المختار بنتي كان هو وبوك بحال الخوت، عمرو ما دازنا وراكي بحال بنتو. غير كوني هانيه بنتي، ايوا نوضي ترقدي باش تفيقي بكري تشدي الكار. نوضي كاش تر الصباح هذا. لا غير راه العشرة هذه. لا انا الناس كنسبق الدخل تشتغل ودابا عاد جيت لهنا. شوف كاش تر دابا وانا دايز، الا عاود درتي هذه المره بحال هكا غندبر معاك. هو الاول راه وقرتك على هذا الشيء اللي بوجهك. يلا شاشي شاد خدمه شاشي كانت في الارض. لا عينيك شي شويه. لا عينيك شي شويه. لا عينيك شويه. الو لطيفة، شنو ما المراد؟ مالو وعلاش ما بغيتش تمشي للمدرسة؟ شنو وانا مالي انا المهمة بلي بحال بغيتي تقولي شي حاجة. اللي بغيت نقول لك اوليدي، حتى لي انت غتبقى عزري،
راه قدك تبارك الله عندهم جوج وليدات وثلاثه. والله هذيك امتي سنتي دابا يجي نهار نعمر لك فيها الدار هذه بالدراري وتبقى تقولي ويك ويك سعيد شد عليا ولادك. احياني يا وليدي حتى نموت. لحظتك لي امتي مازال ان شاء الله العمر طويل. انا ما بقيت فهمت فيك والو وليدي، حتى البنت اللي كنتي خاطبها وناوي تزوج بها تفرقتي معاه بلا سبه. مكتب الله الوليده كل كيدي نصيبه. الله يرضي عليك وليدي حبيبي، الا ما قلب على شي بنت الناس اللي تسترك وتسترها. يكون خير يكون خير ميمتي يكون خير. واحد قي ولدك راه الخبز ضر الجوع. واخا وليدي حبيبي. خير بنتي اجي بعدا وكست في الدار. لا ما بغيتوش شفتني الحال. لا ولا ولا خوتي الا بالله. يلا البنات الباترون جاي، جمعوا راسكم. دايره ولات صعيبه وبزاف، شي نهار تلقايا مكوشه لك على المدير ولا جامعه وطويه لهذا الشيء كله كاع. تكلمي المدير في البيرو ديالو. ياك لاباس لاش بغاني؟ اشنو درت؟ تدخل عيش، المهم تتمشي وتعرف. شيك لاباس؟ لا والو. شك ماشي هادي؟ لا غير نادية قالت المدير بغاني في البيرو ديالو. انا ما عرفتش شنو درت. انا ما قال لي حتى حاجه، داك المدير حتى واحد ما كيعرف شنو تحت راسه. تيبان لي غنمشي عند عمي المختار هو الاول عاد نمشي عنده. لا بلا ما تسرعي، سالي شوف المدير عندك ساعه تشاوري. قول لي عيشة،
مزوجة ولا مازال؟ كنت مزوجة سيدي، ولكن مات لي الراجل وعندي بنية. سي كاين عزيتي عليا بقى صغيرة وتهجلتي. المهم انا غادي نعرض عليك اليوم العشاء ونصيفط لك حمى نجيبك حتى لعندي. لا لا سيدي غير والله ما تساليني حلوف، الا عمرني ما عرضت على شي وحده. ما عرفاش شنو درتي ليا ملي شفتك عجبتيني ودخلتي لي في قلبي وعزيتي عليا. عشاء غادي نمشي تخدمي وما تقولي حتى شي واحد. شوف اسيدي، عارف 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 في العشية ان شاء الله غادي نكملوا حديثنا صافي. صافي بنتي صافي، الله يرضي عليك. سالك من شو هكا هاد ميرفي هذاك مسؤول على رصيدك الفاكس ديال العربي ديالو ولا مازال باقي؟ خلي عندك هذاك الملف، صيفط لي فاكس اخر باش نعرفوا شنو كنديروا. واخا. ماليش شتكتلفه؟ لا ما كاين حتى شي حاجه. كما توقفك المدير خلي داك الشمل راكت. يا بسلالك عاودوا عليه بلي عينو زرقه زرقه ولا خضرا شغلو هذاك. ايش ما تخبيش عليا، قولي شنو قال لك السي سعيد. انا غادي نقول لك شنو قال لي، ولكن الله يعطيك الستر ما بغيت حتى شي واحد يسرق الخبر. عيشه شحال دراري صغار قالك سيدي بغى يعيطني نتعشى معاه بلا حشمه بلا حيه. كرش الحرام وتيقد بنته وما لا كانت ليه. انا دابا غنمشي نقولها لعمي المختار. بلاتي ما تسرعيش. شوف انا ماشي دابا صافي. بسلامه بسلامه صافي. واش شوفي حما نقول لي وجد السياره من دابا شي 4 ساعات. والله اختي عطوش الى هاد الكويز ديالها تاعي عندك كيحيي العظام وهي رميم وكيفوج حتى على القليل. ايوا الحمد لله اللي اعترفتي بيا. شكون انا؟ من هذا شحال وانا نعترف بك؟ خاصك غير انت تعترفي بيا. كيفاش نعترف بك؟ تبارك الله على السي حمان، انت كاش مقصر هنا وكنقلب عليك وحتى من تليفونك طافيه. لا تليفون ديما شاعل. ها هو شاعل ها هو والله لا طافي ياك لاباس. قالك السي علي وجدت له السياره ومن دابا 4 ساعه غادي يخرج. واخا ما تهزو انت تنشرتي بحال الهضره. بلاتي غنكمل هاد القطيب مع هاد الكويس وانا معاك الغزاله ديالي.
لطيفة لاباس؟ لاباس اللهم لك الحمد. ما المراد شعنده؟ راك عارفه ما بغاش يقرا. ما بغاش يقرا؟ فين هو دابا؟ راه في بيتو الفوق قاطع معانا حتى الهضره. مزيان هذا مزيان. ولدي ما غيمشيش للمدرسه، ما كاين لا طاكسيات ولا طوبيسات ولا حتى كاع تمشي على رجلك. شنو فيها؟ ويلي بابا ويلي، ماشي في طوبيسات بغيتي صحابي يضحكوا عليا. انا تقعد لا باغي تقعد وتتقرب للمسالات. والموتور قديم هذاك. وا بابا راه هذاك راه ما فيه باقي ما يتصوب فيه ولا يتقضى به. باغي تكون ترجيتي. قولي القضية فيها سكوتر. اسمع ولدي يا مراد، راه والله وما جبتي نتيجة إيجابية ونجحتي لا شفتي مني السنتيم الكحل. ولا الوالد شوفها والله العظيم غنقرا وننجح ونفرحك ياك. إنما هو تشري لي سكوتر جديد. فرحني. ايوا سيدي، لما تنجح غادي نشري لولدي الطوموبيل كاع ماشي لا سكوتر. ولكن ها حيد عليا داك السوالف. بصح بابا. اييه بصح صافي صافي خليك تما خليك تما. أجي أنت فين غدا مدرمة؟ خزي يا لطيف. أش بغيتي؟ بغيتي تخدمي؟ قلنا لكم من زمان ما بقات خدمة، فهمتي؟ لا سيدي، أنا بغيت السي المختار. السي المختار مشغول وما مساليش، فهمتي؟ أنا جات على خاطرك أسيدي، راني من العائلة ديالو وبغيتو على شي غرض مهم. وقوليها من الصباح، قولي كتجيه حتى ديك الباليزه وزيدي ندخلك عنده. زيدي شفت الطوموبيل ديال بابا في الباب؟ فين هو؟ راه عند خوك الفوق. اهلا 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 بغزاله ديال بابا. توحشك توحشك بنتي. لاباس عليك؟ فين غبورك؟ لا تليفون لا والو. وغير الاشغال بنتي. غادي تغدى معنا اليوم؟ ها لا بنتي خليت مره اخرى ان شاء الله. ايوا صافي جلس معايا شويه توحشتك. لا بلاتي لا لا تفهم، ما خاصكم والو؟ ما خاصنا والو هاد الساعه، اللهم لك الحمد. الله يعني. السلام عليكم. اهلا عيشه لاباس؟ دايره لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. انا سلمت. الله يسلمك. قلتي لي كنوجدك العنوان ديال السمسار. ها هو وكتبتو، غادي تمشي عندو تقولي ليه راه عمي المختار اللي صيفطني راه غادي يساعدك وغادي يوقف معاك. وامك راه عيطت ليا، راه سولات عليك. هاكي ها العنوان. الله يكثر خيرك عمي المختار. ما كاين مشكل. السي المختار خدام راه شارجا وسلعة جابك الله بحال درهم الحلال ياك. لاباس بغيت نقدم ليك هاد البنت هادي. هادي راه من العائلة ديالي يا ولدي، وغادي تخدم معنا في الشركة. بغيتك توريها الخدمة كي دايرها تاخذ بيديها. الله يرضي عليك. هو الاول السي المختار. تفضلي معايا اختي. لا ماشي دابا، انا غير قدمت هذيك باش نعرفها. هي غدا ان شاء الله غادي تبدا الخدمه وغتكلف بها انت. الله يرضي عليك. واخا السي المختار ما يكون على خاطرك. السلام عليكم. ايوا دابا قولي لي، دابا غادي تمشي معايا للدار باش نتغداي معانا انا والحاجة. عاجبك؟ لا عمي المختار يخليك حتى المره اخرى ان شاء الله. علاش؟
دابا راك عارف مازال خاصني نمشي عند السمسار وتابعني شي غرض اخر نقضيه المره الجايه ان شاء الله. واش غادي يكون كذلك بهضر انا رافع وطبات ايوا شادي يقول لك هاكي هاد البركه تعاوني بها بنتي. عمي المختار يخلي فلوسك عندك راني عندي باش نقضي. الوالدة بعد شي نعيشة وداك الشيء اللي قسم الله عطاتو لي الحمد لله. وشدي وسكتي زياده الخير خيرين ما ترديش عليا راني بحال باك الله يرحمه. واش غنقول لك الله يكثر خير تاع عمي المختار. ما كاين مشكله بنتي غير هو واحد طلب حدي راسك مزيان وكوني موقده وباش ما كان ردي عليا الخبر. من هاد الناحيه غير كون هاني ما غنحشمش بك السي المختار. والله يرضي عليك يا بنتي هكذا نبغيك. الولد حمان غادي يحمقني معاك. واسمح لي نعمس انت زعما راك جلتي عدات بلدان ما خليتي اوروبا ما خليتي امريكا شفتي وعشتي هادو راه وليدات اليوم نعمس ساعف. وسعدات انت يا حمان ما عندك لا مرا ولا اولاد مهلي مع راسك. علاش نعمس ما تصالح مع لالا لطيفه وترجع المياه لمجاريها؟ راه قلنا لها نصالحوا ونرجعوا كيف كنا ونخانا حدا الولاد ولكن هي معكسه قالت لك حقها ما حقها انا رجلي خارج من الشواري. واش فيها كاع الا رجعتي رجليك للشواري وتهنيتي مع راسك؟ اجيا شكون اللي تمشارك معايا الحياه والاسرار واش نسيتي بلي انت يلاه الشيفور عندي ولا؟ اي نعمس انا الشيفور ديالك وامين السر والونيس ديالك نعمس. اودي حمار والله الا كتفوج عليا بالله. ندخل؟ مرحبا. مرحبا بجارتي الجديدة اختي. انا جبت العشاء وجيت نشارك معك الطعام. لا يخدك اختي علاش مشقية راسك؟ علاش ما مشقية راسي؟ الله يهديك حنا جيران لبعضياتنا. انا سميتي ليلى كنسكن في هاد البويت هذا اللي حداك. عاودتي سمك الله. انا سميتي عيشة. باينة فيك اختي الله جاي من العربية ياك. جيت باش نخدم هنا ومن بعد نجيب امي وبنتي يعيشوا معايا. مسكينه انت زعما باقا صغيره اختي على الزواج. اجي على راجلك فين هو؟ راجلي مات الله يرحمه وعندي بنيه. نعم اختي انت مجوجه؟ انا خلي داك الجمر راقد قالك مجوجه وقولي بعدا كاين شي معينات كاين ما نقضيو؟ لا لا مازال ما شريتش كلشي ما قدنيش الوقت. ايوا كوني هاني يا اختي انا نجيب لك كل شيء حتى لعندك وزيدي بعدا نشاركوا الطعام وقولي بسم الله. ربي يخليك. سلام. جلسي جلسي جلسي. قربي 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 قربي. برافو 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 نادية برافو. شحال هادي باش خدمتي عندنا؟ ماشي بزاف شي شهر تقريبا. شهر صافي انت خدمتي شهر وانا غادي نطلعك كراد غادي نرقيك غادي نمتعك. خلي لي حياة دور بيها يا شباني دور بيها دور بيها وطمعها وغويها هنا الهيه وهنا حسن ملهيه جالس في الصلاة والنار شعلة فيه. ولي اسكت مالك تبي يسمعك وتش تخرج على راسك. واش غنقول لك والله القسم الى ابو علال هو اللي جات معاه وخلاص. وانت مالك حاش حرك شطاتك تخوص فوق راسك دير بحالي عين شافت وقلب ما وجع وزيدون في كنتي كتحلم بهاد الخيرات كلها. عندك الحق قالوها ناس زمان اللي تخدموا طيعوا اللي ترهنوا بيعوا وقالوا عاوتاني الفم السكت ما كتدخلوا السوسة. خلينا من هادشي هانتي اسمعي والله القسم الا تشهيت لك هاد التفيفيحة التفيفيحة ديالي. احيانا عليك العفيريت كتعرف تزوق الكلام فايق وعايق مع راسك وما انتي سويهلة تنتي راكده على خبيزتك العفريتة.
خمسة على عينيك عرفتي نوض نمشي لداري الوالدة راه غير بوحدها اجي وغتخليني بوحدي ويلا احتاج كبو علال شغادي نقول ليه السي علال كان كيحتاجني في ايام شبابي اما دابا دارني غير وسيطة بالسلامة عليك لاباس لاباس الحمد لله يا عمرة ولدتي شوية واش غنقولك ضروري ماشي بحال النهار الأول أيوا مزيان ولكن الصراحة سي سعيدة شو كله كيرجع ليك ما تقوليش هاد الهضرة وسمحتي جيتيني أنا موجود بارك الله فيك يلاه عاون واش فيك يا ختي تخيفانة دغيا طيحت ولا يضحك معاها عندك الحق حنا هادي عام وحنا خدامات معاه عمرو ما داها فينا أختي ماشي تيقول لك الخماقيات والمكمخات هما اللي ولا عندهم الزهر اما حنا المئنقات والمتيولات كاع ما بقى عندنا زهر كاع انا اللي كنتعجب ليه عمرو ما هضر مع شي وحده ولا ضحك معاها حتى جات تسلي عفانات صافي زيدوا على الحساب داكشي هذا غير قطيب كيجيش مع المول ديطاي قطيب قطيب ديالاش قطيب يعني كوارو ولا بغيتي يمشيو شي بلاصه مكمل ها لا اختي سمحي لي الله يحفظني يلا غير سمحي لي وما اختي الله يالله ساليت من تمال الكحل قول لي بعدا نمشي شويه الخدمه ولا والو ايوا الحمد لله ماشي بحال النهار الاول والفضل كله كيرجع لواحد السيد هو الشاف ديالي في الخدمه بصراحه كيتعامل معايا مزيان هو ظريف وحنين بزاف شفتو بحال حاط عليك العين شفتك تعبانه وكتشكري فيه وهو في الصراحه مهتم بيا اكثر من القياس ولكن تانتي وحده بحالي فايت فيها الزواج وعندها بنت شكون غيديها فيها بالعكس انتي راك زوينه وظريفه وعرضك وهادشي علاش كيقلبوا الرجال في الوقت غير المعقول غير هو اختي عيشه ردي بالك كيما عشتيق الله يدير شي تاويل ديك خير وصافي ايوا زيدي بالك انت عشتيق انا راه شويه خصني نوض الخدمه راك عارف قبل ما يسبقوني شي وحدين رانا خويا راه ليلى واحد الحاجه مش شحال هادي باغا نقولها لكم عمري ما قدرت ولكن دابا ولفتك انتي ماشي غير صاحبتي راكي وليتي بحال اختي كون غير درتي بناقص من ديك الخدمه شوفي لك شي حاجه اخرى شريفه وحاولي تخليطها في الخبز الحلال اللي بقى لي انا عايشه وداهم الواد ما بقى عندهم فين يرجعوا قول لي بعدا شحال داروا معاك في الخلاص اختي على حسب ما سمعت شي 6000 ريال في السيمانه شتي 6000 ريال ما راكش نطيف الليل انا كانت عيانه اش قلتي ولكن اش بينك وبين الدري هذا داكشي ماشي شغلك انت تاخذ الفلوس وتنفذ فهمتي واخا يعطيني الادريسه لا اختي ولكن قال لي راه مشى للطبيب طبيب ياك لاباس ياك ما مريض معليش السعيد خلي ايمانك بالله قوي لكن يا دكتور انا راه كنبغيها بغيت نتزوج بها ولكن خصك تصبر صبر هي مني مليت الحياه كرهت الدنيا تحنقت انا راه خاصني نموت شنو هاد الكلام سعيد زعما راك مسلم ومؤمن بمكتوب الله ونعم بالله ونعم بالله ولكن هذاك الشهر ما كاينش مهزمني قد انها حتى هي كتبغيني
ولكن انا ما نقدرش نتزوج بها وندير معها الاولاد. علاش ما تخليهاش تحس بك بحال خوها؟ بحال خوها؟ هاك خذ هادو باش على الاقل تقدر تنعس مزيان. لا حفظك لي أمويمتي تجي لها الكل باش تبقى العلاقة ديالها مزيانة. أنا نسيت عليها عيشة أنا شفت الأولية داكشي اللي في بالو. والله ما يصور مني غير النبك شتي حتى النبك راه بزاف عليه. قولي لي اش قال لك؟ كون سعيد؟ لا المدير اللي كنت عنده في الإدارة ياك لاباس؟ والو غير بغاني على شي خدمة وصافي. خدمة؟ ياك ما هذا شي عشا من برا. عشا؟ على شكون اللي قالها لك انتيا؟ حيت حتى أنا واحد النهار عرض عليا العشا ومشيت وقع اللي وقع. شنو زعما؟ سمعني مزيان اش غنقول لك. هذاك المدير عشاق ملال كيضحك وكيتفلى على بنات الخدمه كلهم وكيدير فيهم ما بغى وانا وحده منهم. ولكن سمحي لي اختي انا جايه هنا باش نخدم. انا معقوله وبنت دارنا. حتى انا كنت معقوله وبنت دارنا. داك الديب تفلى عليا ولعب لي بمخي طمعني بالزواج وغرقني بفلوس كثيرة ما عرفت ما ندير بيها. غمض لي العينين وبقيت كنشوف شي واحد من غيره. وملي خدا داكشي اللي بغى لحني بحال شي جرتيلة اللي وليت كنهضر معاه ولا كيهددني بالطرد من الخدمة وأنا كنخدم على عائلة. الراجل عمى أمي ميتة وخوتي صغار عندي تبع فين البنت اللي قلت لك تجيب؟ تسنيت انا عمس حتى خرجت من الخدمه باش نجيبها ساعه ما بغاتش تجي معايا. بغات تجي معاك؟ ياك ما قلتي لها شي كلام ما عجبهاش. انا راه كنعرف انت من بلوز. بالعكس نعمس قلت لها كلام حلو وشحال شكرتك ليها بزاف ولكن هي بقات كتسبني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش وكملتها وجملتها بسقات ليا في وجهي نعمس. والله قسمكم ما كنت انت اللي صيفطتيني لعندها يا حتى نمرمد والديها ونخلي ضربوها كاع. ورا انا اللي غنوض نخلي ضربوك انت نيت. شكون غيولسني دابا انا؟ شكون غيولسني؟ انا نعمس انا نقصر معاك حتى للصباح كاع وراه عندي ما يتقال. تقال لك ان شاء الله يا عدو الله. يلا سير سير درق على وجهك. هو الاول نعمس. اش 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 بلاتي جا الناس. الو ناديه. اي انا كريت كريت. شوف غتسبت لي شحال اللي غادي يولسني هاد الليله هادي. راني بوحدي. لا سيدي وجهه كيخلع وبان ليا فيه بحال شي باندي ولا شي قتاله سيدي. وعاقل سيدي جابو يقتلني ولا يسرقني حيت عرفني بوحدي في الفيلا ولادي مسافري. عتقونا سيدي انا خايفه انا خايفه.
مرحبا. شكون انت؟ شكون انا؟ الحمد لله سلمك الله يا بنيتو. الحمد لله ملي جيت في الوقت المناسب. كل ما جيت سيدي ما طرقت لها مسكينه. انت ساكنه هنا؟ بنت جيراننا وبنت الله يعمرها دار ثقيله مطرزنه ومها نتلقى من بعض وكان حاجة. تنسولك عاد جاوبي فين ساكنه انت؟ ساكنه في هنا. سيري على الميداكم راه تمشي معنا البوست باش تلي بالشهاده ديالك. وحتى انت يا الحاجه غتمشي معنا بصفتك شهاده. لا حيز الزمان تتركبوني مع داك الشفار وجهلوين بغيتو يعقل عليا ملي يخرج يقتلني ها وانتوما كتشدوه باليوم وتلقوهم غدا. عائشه زيدي تفضلي جلسي. قولي لي عائشه علاش ما جيتيش البارح؟ ياك لاباس؟ ياك ما حمان بالسر عليك؟ لا سي علا لاني اللي ما بغيتش نمشي. وقيلا راك فاهمني غلط انا راه ماشي بحال هادوك اللي على بالك. عارف عائشه داكشي علاش اخترتك انت بالذات من دول البنات؟ بغيت باش نتوالم انا وياك ونتفاهموا ونزوجوا. انا في الحقيقه عائشه راني مليت وحداني وحق الله. سي علا هاد التفاهم والزواج اللي كتهضر عليهم راه قلتيهم لشحال من وحده قبل مني ومن بعد ما خديتي داكشي اللي بغيتي رميتيهم. مش حرام عليك سي علا؟ هاي أكاك عمرو لك راسك بنات الحرام. شوف عائشة أنا فعلا عجبتيني وبغيت نتزوج بك وغادي نتهلا فيك بالمال واللباس وكل ما تمنيتي وغادي نوردك شافع على دوك بنات الحرام اللي عمرو لك راسك راه ما غير حاسدينك على زينك. سمعتي؟ الله يخليك السي علال عافاك ما تفهمنيش غلط. أنا ما بغيت منك والو بغيت غير تيقار. بغيت غير ناكل طرف الخبز بالحلال صافي. حلال؟ الحلال ولا الحرام انا ما تسوقي اما ديري داكشي اللي بغيت انا ولا الله يهنيك. سير شوفي فين تخدمي انا ما عنديش الخيريه هنا. لا بقى تحزر فيا. كنشكرك السي علال حتى انا هاد الخدمه اللي غنبيع فيها راسي ما عندي ما ندير بيها وحتى ربي ما كيسد باب حتى كيحل البيبان. الو سي علال نعم سيد كيفاش؟ صافا سيدي صافي ما تخلقش هي الخاسرة انا غنجيب لك اللي نسيك فيها وفي هاد العشية مازال شير واحد جنطرة الله يحفظك. غزت لا شو هاي هذا؟ كموسة حفظك عفو خويا. شكون هاد المرة اللي خلصتك باش تعدى على هذا بنت؟ ما كنعرفهاش. ما تعرفهاش؟ وكيفاش تلاقيتي بها وقبلتي تقوم بهذه المهمه؟